دكتور عنده 28 سنة، مقيم في مستشفى النيل بشبرا، بيعالج المرضى، قاعد طول الوقت هناك بيمارس عمله. فجأة يوم 11 اختفى، لغاية النهاردة ما نعرفش حاجة عنه. مين الدكتور ده؟ هو الدكتور أحمد عاطف عزمي، هو أحد منسقي إضراب الأطباء، وعلى فكرة كان مرشح نفسه في انتخابات نقابة الأطباء. أحداث كتيرة حوالين هذا الموضوع. في النهاردة وقفة احتجاجية أو إضراب قدام النائب العام أو مقر النائب العام، وتساؤلات كتير. الدكتور ده فين؟ معايا الدكتورة نادية بدوي، مستشارة إعلام واتصال وتثقيف الصحي بوزارة الصحة، ومعايا عمه الدكتور أحمد عاطف، وكان معانا المفروض والدته ولكن في ظروف خارجة عننا ما بقتش موجودة معانا. الدكتورة نادية بدوي، صباح الخير يا فندم. صباح الخير. صباح الخير يا استاذ. صباح الخير. دكتورة نادية، بعد إذن سيادتك، هو الدكتور أحمد مقيم في المستشفى، المعلومة دي صحيحة؟ الدكتور أحمد عاطف طبيب مقيم في مستشفى النيل للتأمين الصحي شبرا الخيمة، وهو جراح التجميل. نعم، جراح التجميل. ففعلا الدكاترة عموما بيبقوا مقيمين، بيبقى الأطباء النواب المقيمين بيبقوا موجودين، وخصوصا ان الدكتور أحمد عاطف من محافظة بني سويف. كويس. فإقامته بتبقى دائمة في المستشفى، لأنه ما عندوش عظيم إقامة في القاهرة، أسرة في القاهرة. وده عادي جدا في أطباء كتيرة جدا في المحافظات بيقيموا في المستشفى. دي على مستوى الجمهورية الحقيقة وزارة الصحة بتوفر الإقامة للأطباء المغتربين. تمام. وبيبقى متواجد على طول، وفي أجازاته بيرجع لأهله في محافظة بني سويف. دكتور أحمد عاطف ولا الدكتور دكتور محسن عزمي؟ أنا آسف، دكتور محسن عزمي. أستاذ محسن. أنا آسف. أستاذ محسن، لو سمحت بعد إذن سيادتك قول لي، عرفتوا إزاي إن الدكتور أحمد اختفى؟ كان الكلام ده يوم الأربع العصر تقريبا، اتصلت بي والدته بتقول وبتعيط في التليفون بتقول لي الحق ابن أخوك مش لاقيينه، متغيب من امبارح. مين اللي قال الكلام ده؟ قالت في دكتور اسمه الدكتور شريف زميل احمد، اتصل عليا وقال ان احمد من امبارح، بس احنا كنا مستنيين لغايه ما نشوف النهارده هيظهر ولا لا، واتصل بيا ان احمد مش موجود من امبارح. وكانوا زمايله راحوا عشان يتقدموا ببلاغ، فقالوا لا لازم حد من قرايب والدته او اخوه او عمه كده يعني، عشان والده متوفي. فانا رحت فعلا، رحت على المستشفى الاول عشان افهم بس الملابسات الموضوع ايه، فطلبت منهم اني اقابل. كان يوم 11، كان يوم الاربعاء، يوم 12 انا رحت تاني يوم حضرتك. هو هو اختفى يوم الثلاث، انا رحت يوم الاربعاء المستشفى. اهله ما كانوش موجودين معانا. قابلت الدكاتره هم يعني، طلبت ان انا اقابل اقرب ناس موجوده معاه في السكن بتاعه، وقابلتهم فعلا، وكان كل الدكاتره موجودين في المستشفى. فقالوا ان هو الساعه 5 نزل احمد عشان يجيب اكل ليه. الساعه 5 يوم الثلاث، يوم 11. تمام. هو طبيب مقيم جراحة التجميل في مستشفى النيل. تمام. شبرا. فالساعة 5 نزل يجيب أكل ليه ولزمايله، كان قاعد على اللابتوب قبل ما ينزل في السكن بتاعه. نزل الشارع وراح المطعم واشترى الأكل فعلا، واتصل بزمايله من المطعم بزميل ليه قال له عايزين حاجة كمان، قال له شكرا. كانت والدة أحمد الساعة 5:24 دقيقة اتصلت بيه وهو خارج من المطعم، ويعني اتناقشوا في بعض حاجات تخصهم، وبعد دقيقتين تقريبا اتصل بيه تاني كان الموبايل مقفول. كان في دكتور جراحه عظام كان او نائب مدير المستشفى، كان داخل المطعم عشان يتناول وجبه في نفس التوقيت اللي احمد خد فيه الاكل. وشاف احمد وهو خارج بشنطه اكل في ايده بتاعته وبتاع زمايله. احمد ما رجعش لغايه وقت متاخر، كان طبعا زمايله بداوا يتصلوا عليه لو الموبايلات بتاعته مقفوله. فلما ما فيش فايده احمد ما جاش، اتصلوا بوالدته يوم الاربعاء. رحت وكان معايا اتنين من زمايله الاسم اول شبرا خيمة، قدمت بلاغ باختفاء دكتور احمد عاطف، وما اتهمتش فيه حد، ما كنتش عارف الملابسات بتاع الموضوع ايه يعني. اليوم التاني كان رحنا لمجلس حقوق الانسان، وقدمت بلاغ للنائب العام بكشف غموض اختفاء الدكتور احمد عاطف. تمام. وبعد ما رجعت المستشفى تاني مع السادة الأطباء، اكتشفت ان اللابتوب بتاع احمد اللي كان قاعد عليه قبل ما ينزل يجيب السندوتشات مش موجود.
اختفى لحظة اختفاء الدكتور أحمد، اختفى اللابتوب بتاعه المفروض انه موجود في السكن بتاعه. وانت عرفت المعلومة دي ازاي؟ من الدكاترة زمايله. ممكن دكتورة بعد اذن سيادتك، وزارة الصحة يعني انت حضرتك باستشارة اعلام واتصال التثقيف الصحي بوزارة الصحة، بس معلش يعني هل عندك فكرة وزارة الصحة عملت ايه؟ هو حضرتك احنا على اتصال دائم بالاطباء، معارضين وغير معارضين، لانه احنا بنتكلم على اطباء وليهم حقوق ودي وزارتهم. كويس. فاحنا على اتصال دائم بكل الفئات والمجموعات من شباب الاطباء، وخصوصا بعد ثورة 25 يناير. كويس. دكتور احمد عاطف كان هو من شباب ائتلاف اطباء. حضرتك تعرفيه؟ شخصيا طبعا. كويس. اعرفه كطبيب. تمام. ومن شباب الائتلاف. وهو كان منسق اضراب الاطباء. تمام. هو الحقيقه في بوينت انا حابه اشير اليها. كويس. انه اثناء احداث ماسبيرو وجاء يعني احنا اشرنا ليها قبل كده، وده اللي يمكن خلى زمايله يتصلوا بيا مباشره فور اختفاء الدكتور احمد. كانت في مداخله مع الاستاذه ريم ماجد في قناه الاون تي في من شخصيه اسمه ناجي ابو النجا، مكتوب عليه انه هو اعلامي. والشخصية دي لما اتصلت بالاستاذة ريم قالت لها انه الاحداث اللي تمت دي احداث مرتبة ومدبرة، وانه في شخصيات هو بنفسه لديه من الشرايط والسيديهات والفيديوهات بتؤكد ان هم بيحرضوا على الاضرابات والاعتصامات. ومن ضمن اللي قاله ان هو ده مين اللي بيقول لحضرتك؟ لا مش بيقول لي، دي كانت مداخلة على الهوى مباشرة. مع الأستاذة ريم ماجد، وقال بعض الأسماء وان هم كانوا ناويين يخترقوا البورصة وماسبيرو يخترقوا ويحرقوا. تمام. ايه علاقته بقى بالموضوع اللي هكمل لحضرتك؟ الأستاذة ريم سألته قالت له ده على مسؤوليتك، طب مين الأشخاص؟ فذكر بعض الأسماء الحقيقة، الأستاذة بوسينة كامل، الفنان أحمد عيد، الفنان خالد يوسف، ودكتور اسمه أحمد عاطف. وأنا عندي، هو قال كده، عندي سيجيهات وأفلام بتؤكد الخطة اللي هو عملها للقصة دي. ده كان كلام الأستاذ ناجي أبو النجا الإعلامي في مداخلة مع الأستاذة ريم. الحقيقة أنا يوم الثلاث طلعت في التلفزيون المصري ونشدت سيادة المشير. تمام. مناشدة صريحة مع سيادة وزير الإعلام الأستاذ أنس الفقي والأستاذ أسامة هيكل. أنا أسفة، هو في السجن. الأستاذ أسامة هيكل مناشدة إنه ده ابنكو، ما هو ده مصري وابنكو واختفى بعد ملابسات معينة. الأستاذة ريم ماجد تاني يوم اتصلت بيا وعملت المداخلة وقلنا لها كل الكلام ده واللي حصل، وإنه لأن أنا قلت إنه مين هو الشخصية اللي قالت الكلام ده، ولو هو عنده سيديات وأفلام ليه ما قدمهاش بدل الاتهامات الجزافية. فدي النقطة اللي خلت الدكاترة يوم الثلاث يتصلوا بينا في الوزارة ويقولوا الحقونا. عظيم. قالوا بقى انه اللابتوب مش موجود الأطباء حكوا القصة وملابساتها، لأنه هم يعني زي ما العمو قال اتصل بيهم يسألهم طلباتكم ايه من جوه المطعم. عظيم. مطعم حضرتك ده قدام المستشفى، جنبه اسم الشرطة ومبنى المحافظة. يعني حيك لك أن تتخيل شارع في شبرا الخيمة الساعة 5 عصرا، المستشفى والأجهزة دي موجودة، الشارع ده هيبقى شكله ايه؟ تمام. احنا قلنا هل هو اختطاف؟ هل هو بلطجة؟ احنا بس عايزين نطمئن عليه فين. عظيم. ودي المناشدة. عظيم.